ما حنبيض بعد. خالق قاف قط سمعته معزي لحد ما هو في الموضوع اللي كنت تقول لي حالا، نختار نقول لك عنه اللي هو كل ما حنبيض بعد. اللي الايام قابل من التاقة يلاس به القلة، ما تقابل به الناس هذه ساكي بكم كل ما حنبيض. لعل وحد اخر نعطاله يا رتو يعرف عنه ما شاركوا ليش المستمعين سموا. هذه منية من سيدي، محييتكم حتى الليلة، ضيفك كبير، هاي زميلة منية، محيينها كذلك من هالمنبر. تنوى محييتك حتى وشكرا طيبك الكريم. وندور الرجال يحكي لنا قطاع شيخ المكين وهمام وذيك القوم الأخرى. هذا مستمع شي بعد ما تابع البوتليميت ما وضح لي كتبته قبال لي بعد بوتليميت من التالي سمعته طلبات المستمعين. تحية لك امبراطور قالتي بسم الله الرحمن الرحيم. شنو عندكم بعد يروحنا بها السر؟ لا يروحنا ان شاء الله بالالقاب. هذه واحده قاعده تكون عن امبراطور قاعد. عنك امبراطور قاعد. توحش توحشناك انت واذاعه الشباب، وتوحشنا الظوان، وقولوا لنا شي من الغزل. الضيف سمعكم، الله يلبي ان شاء الله طلباتكم. نستقبل المستمع. نعم مستمع. الو الو السلام عليكم. بعد عنك جاهز شوي اخويا. بعد ايوه تفضل. معك عبيد السالم. وخرت هذا ديب عبيد السالم. عبيد بعد عنك ذي تشويش شمتين عبيد. انا نروح اذا لك ثمانية. راني جاي لك عن ضيفك كبير. شكرا. وشاكرك انت محمد الامين، وشاكر وياك الشباب على استضافتنا هذه القامة الأدبية. والله وانا نحيي حتى النشي اللي ودول والحمد لله نغلى الحمد. والله يطول عمره ويمتعني به اللي قال التوضيح والتفاصيل الزينة. وطالب انا منه يحكي لنا اصلنا في اللطف وفي اللي ما هو قاعد لطف. مرضيت سيدي ان شاء الله. مرضيت سيدي وطالب منه يحكي لنا قطاع ومعاود سيدي وما الى ذاك البيت التركي وشي سامو له ان شاء الله. الله يعطيهم السلامه. عبيد للاسف الصوت فيه تشويش متين. ايوه راني كحسك. ايوه تفضل واصل. وطالب منكم انت محمد الامين عنك ما تخليش ما سولت عنه ولا قد نحن نسولوا عنه. ان شاء الله تعالى. احنا متادبين بين اللي قدامه وسكابنا ما نقدر نكفركم. ايه وانا اول ما انت ادخل. ايه ودي اعطيك الله شكرا جزيلا. شكرا لك. نعدلوا لهم طلبات. والله لهنا نبدو تلبية طلبات فيه شروط. قطاع شروط. قطاع بيني انا واحمد السيد احمد سيدي مويله. نحييهم من المنبر. نحييهم من المنبر. راجل الشفاء. ان شاء الله. شنو ان شاء الله. يا غير يلا تسبقوا قطاع التركي. والله اللي معلق عليه. ايه زين. انا قط ديك الساعة هون كوفي في نواكشور جبرنا السدوم واللي يده هذا صديقنا. حيو كذلك. ونحييه من المنبر. وقال لنا انه خلقه مناسب لصاحبنا يعطيه الرحمة. قال له سلموا لاحمد الهر. قسناها. أن له نعود فيها في الليل. حد لا يجلس المناسبة في ذاك الدهر لا يجي مازال الضوء به اللي لا يستطيع كورفة. قلت له أكسر خلنا على المرصة ديك الساعة المرصة الكبيرة قد تهشم البرق فيهم غسالة. جينا لحقنا الدراري عيانا قال ما هم ياسرين قاع ديك الساعة وافين. قال تراكاها ما قتلهمش. هو مقتولين تراكاها عند باس وتام. أحمد. قلت له اريد تركي نلبسه. قال لي لكن لا انضموا لي. زين. قلت له انت اللي شورك نشكي كنت شاكي ظهر كراني لعدت اللي عندك تركي ثانيه القبيه الفاني. زين. قال لي المانق عنك موجود ما عندي تركي وانساني ثاني ومنين هو تنعود عندي تركي ثاني ماني. اسكي.
قلت له ما زلت إلى فرقة زيتان اللي خافت بعد تراني. زين. وتراني لعد التبان انت ياسر التباني. ده هو. سكي. وفرق طاعلة يقير ورا ذاك بشهرة يشابرنا في المدرسة وعندنا مستحفين لا احنا الاثنين. تميتي عندي شروط زينين اذا قال لي اختيروا ذاك ثبت العظم والبيت اخلاط تعطيهم لي لعت اللي مانك ضباط عنه قطه بالي منك. ايه زين حط. قلت له البيت ما بيبي وبالعظم وبالاخلاط وهذا ما تنفع فيه الطالب تم اللاط. لبيت زين حط. زين القاب مدور تم اللاي زينت. سكي حتى هذا قطعا بعض مطالب المستمعين. عبيد بعد يالت الله عبيد كان يدور قطاع تركي يدور هي قال يدور مرثية سيدي مرثية سيدي والله وانا مو اللي ندورها ندورها كاملين سوق عنه نواب سيدي ولا احمد الدين رحمة الله عليه كاترون تريز لفصلنا في اللطف وفي اللي ما هو قاعد لطفهم ولد الهموم تصفر وتعلي عيني الخلق شلق بلق وش يصادف قفك في اللي وتخلق احواله ما تبلق متناوض يمشي ويولي ما عنده فاش لا اعضاء مو للحاجه عادي لا جمله تصلح له حاجه ومكشوحه بينه هجاجه هو والحاجه خابط رقبه يديه ولا تيونازه ولا تلا يسمع شي حد ومده تردم سيدي ما قاع شاطنها حد من الطماع تردمه لكن من التلماع والمجاع ورا ذاك اللق ما يمكن هو التريع وشبه ما يسمي بشي اسرق ولا في الجنه الجواد دير جيد باشت الاجواد النافق الكريم الوداد الاديب اللي كاره له بدق والطف بهاليه اللي زاد لحق تقدر تقدر تلحق وكل الحمد لله سيدي مكتوت يلقينا وياها على رق المحشر مفتقرين الموت تعقب تجمع عقب تفرق الله يمزين الله يمزين رحمه الله علي الله يسكي نستقبل مستمع نعم مستمع الو اذا داهين نعاودوا النقاش نذكروا مستمعنا الكرام بخطوط الهاتف 45 24 19 09 45 24 19 10 كما بإمكانكم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 20 74 06 08 وقلنا عن سبب حكاية الغنى مثلا قضية عدم نسبة الغنى عنها غياب التدوين وعدم الأمانة الاثنين أنا ما نختارها تعود فيها عدم الأمانة أنا نختارها تعود اللي قد تخدمها لأحد ما هو غالط هو منه غالط ما هو عن سوني ما هو غالبية شي خاص داك زين داك زين نعم مستمع ألو ألو مستمع ألو ألو نعم ألو عليكم السلام تعبر الأثير مستمع ألو ألو معاك تعبر الأثير نسف يبدو المستمع ما هو منتبه هذا عبد الله السيدي يحييكم أنت الليلة مثقل طالب منك طلعتيك صدراي خارجي نقبل مستمع نعم مستمع ألو ألو معاك عندي قافلة نقولوا الدورو ينتقل والله تفضل لا تفهم بي فلا نشرح ما سمعتك لا تفهم بي فلا نشرح لا تفهم بي فلا نشرح لا تفهم نشرح ايوا جاني جدو في لمشاد ايوا ويجي قادي ومضح ما بتعرفته معتاد ما سمعتك ويجي لا تفهم بي فلا نشرح ايوا جاني جدو في لمشادي جيادي ومضح ما بتعرفته معتاد سمعته اللي تابلو الثالثة شنو؟ نتحم بيا فلا نشرح. ثالثة. جاني قدو في لم زيادي ويجي قادي ومضح ما تعرفت معتاد. ويجي قادي ومضح. ما نعرف كانوا من الغنى اللي كان يقول عنه يلا ينتقد هذا شنو عندكم هذا؟
لا ما هو متنبه للتعود والاتصال. ما بتعرفته معتاد. مطحن بيا فلم نشرح. جاني قدو فينا مجادي. مجي قادي. ومضح ما بتعرفته معتادي مالها. لا. ايوه زين تسمع. ايوه. هذا ايش تقولوا عنه؟ يقول عني ضبط قال لي فهل هو اللي الناس اللي معلمتني الاقناع عنه. ايش قالت الاقناع الاول يعود يفسر. وانا واسع عني كنت بيضاني اذا ما فهمت القاع. في لمجادي في نعرفه بالاقناع. نعرفه بالاقناع. غير بعد نعرفه بالاقناع الدرس. ايه زين هيك. في قديمة عملها سدوم والنجار سدوم وعمر وعمل عملها علي ودمان وعملين وعملت قاع ورقات قطعا. في فترة كانت في هذه مشتغلة ما فهمنا ما فهمتوه معناها ما زين أح مستمع. عليكم السلام. بعد عنك الجهاز شوي. ايوه تفضلي تفضلي. تحية لك. تحية طيبة. طيبي شكرا. شكرا في برنامج رائع. مرحبا بك محمد. ألو مرحبتي بك معاك. عبدو شرفي. تفضلي. كل محمد ومحمد بابر. يبدو أن المستمع عند علماء مصحوبة بذيعة وفيه محمد محمود والمنيو. أشكركم على الاختيار الموفق وأطلب من الضيف قطاع همام. لا نعرف. طالب من الضيف الكبير قطاع يدور عنده دراعة. واحد قال عنه جات من دور دراعة. خالي قلعك ضيوب الجيدي أرحمه. إيش نبتك؟ يا عربي انا طيب وديت. ايه نقبل المستمع ولا نقيدوا هذا بينما نرجع له. نعم مستمع. الو. ايه معي جاتك بالسبت. ايه اذا نجيهم بعدانا. يبقى ما هانا ما هنت يبقى ما هنت ما هانا. زين شكرا. شكرا لك. اذا لا هنا رجعوا. نرجعوا ناقشوا كي قلنا قبيل عندنا ناقشوا الالقاب هذه امبراطور وهذا شنو رايكم في الالقاب اللي كثرت دركانه كانت خالقه قاع ما كانت شايعه انا ما ثقل لي اذا ان قال لك انت عنك امبراطور لا انهنك عنك امبراطور اذا ان قال واحد اخر عنه عميد نقول له عنه عاد عميد وما ادري ما فيها شيء تعد القاع لا يحاسم بها رقاش العادي يختار تعد الملي حسب ما قدرته الحق مرحلة ما قدرته ما تعتقد يكذب فيها رقاش عاد يقول لقنا الزين عاد مقني وحتى إذا قلت أنا عنه أنك الإمبراطور وقالت هالمرة اللي غير ربما خالقين ويسر الناس واختارك تعد قال لك الإمبراطور وخالق الناس اللي تصير تقول لك العميد وخالق الناس اللي تختارك تموت قاع ما انها كاره قناك انت من نفسك تكارهتك وانا بعد ما شين عندي حد يقول عن حد امبراطور لقب يصف شنو لا اصبوا لي اي لقب من هذا المجال اللي هو اللي قاع القير ما تروا عن الالقاب عنها ضيعت ضيع مشات مثلا بنكهه لدم صح التعبير انها ضيعت لدم كل من هب ودب ايوه ماذا خالق لا احد يستسلم الواقع
أنا بعد ما نشاك عني لا قلت استمعوا أرواقش وقالوا أنك أنك عميد لدب عني ما أنا ما هي مقبوضة من لبنتي قطعا. نحن قاعد معنا لعميد وحد حنيني فهم لا يقول لك لقب خالق واحد درس كان يقال لبوه همي ما قد ثقلت على حد واخر لا خالق واحد وسمى أحمد الحسين بهاش به اللي قلي الحاسي ما قد قال له شي ما قد قال له شي زين ما ذاك الدهر ما قد سمعت عنه ثقلت عليه وقانين الاخرين زين ذاك زين وهذا تارك مني تود همك تقول احد مقنن بالغ اللي قد ما بقيت يقول عندي زين وفي الكلام ما خالك حد قد يجاوبك انا وانت المقنين الكبار اللي دارك على الواجهه ويوكدوا فاتوا ماتوا خالقين وحدين ما يقدوا بقنانه وعندهم الحق زين عندهم الحق انا مثلا لما الرقاش اللي قال لك بين انك نحكوا له القسل هو يعرفني ما اللي نحكي نعرف انا مدي ما نلاهي نحكيه بي اللي اخلاقيا بعد قاع انا وانت مجمعين ما تعود موضوعنا قزل لا تحكي بيك اللي انت يشير اخلاق عصروا لي لا يتعود تسولني عن كلام مداصرة هذا معناه عموري تاني عاد بعد شيء ما نعرف شنو هاك هاك لا من ذلك كنا لا من واحد يبي خارج الشيء لا حد يستسلم بيهم فعلا لكن اللي ملخخ عليه الرجاجل اللي مسول ملخخ عليه الرجاجل مسول عني انا قلت عني ما نبغي الغسل ولا ما فهمت الناس عم ادري مين انا ماني كاره الغسل انا كاره الشمت ايش كاره عنك انت تقول عن امراه مثل الأشراف والله غير الأشراف والله مثل الدبقات أنها عدلت فعل حرام فعل حرام أخويا ماشي يعني عندي الحق نفصل بينش حرام وش حلال غير قاعد غزل عدلوا وراه هو لك خالق وخالق صاين لها عرضها وخالق ما هو خاسر زين لا تسمي من امرأة بلد ما يالتو يسمع ولا تقول عنه الشيء خاسر شوف من امتن طرافة الغسل طلعت احمد دوبنبول احمد الامين يا مستدليت كتاب عزيزه ذيك على تركب خربه في باب خيمتهم تركابه وحاله تركاب الاخراب على باب هذا حد يخرص النص النص والكلام ضرك اقسام واثنين في مرحله معينه الموضوع وما قيل عن الموضوع هون قال يا مستدليت كتاب عزيز ذيك عذاب نقطع وحلف الظروف تدريت كتاب ما تساميه يتركب خرب في باب خيمته تركابه هو حال تركاب الأخراب على بابه ذي العنين عن الكتاب هم لك سمعت علين عن الكتاب هو ما الكتاب ما تلي قد اسميه به اللي الحق بليده ما تلالو يكون يقول عن الموريتانيين اصلا يلبسوا كرط من التاج ما تحتو شي بلا رمباي وبلا بودي وبلا ستيهات وبلا شي من ذاك اللباس الاخر وهي ماده يديها تركب خرب في باب خيمه ومنين تمد يديها كمها عادي قد شاه منه شي ما كان مهيئ للشوفان وربما قاع يعود الكتاب اللي شاد اخباره هو ما هو كتابها قبال المدلي وفم يوسر من العوامل الخوض فيه اللي خايف منه هو لا يديرني انا فيه انا ماني حجاس لذلك اذا عني ما قد مثلا نوضح توضيح ما هو انا الغسل مين يقوم رقاد ويقول انه شاف زاهيله
ويشكر اللي شاف زين عندي لكن قال الغزل غير مين تقول لي انك مشيت وقست بليده وجبرت فيه هذا اللي كنت الدور وتمونك تواح الله لك يا باك شنبت وهذا ما تل الغزل هذا عاد الشمت يا اخوتي الله يلحق الله يلحق عاد ما يتواسى توف هذا السلام عليكم محمد دمين احييك واحيي ضيفك الاستاذ الكبير هالكبير عندنا بعد ما يشمل هذاك اللي قلت انت المغنين والصحابه وراني شاكرك على البرنامج المتميز وعندي طلب بالعادة تقدر صح تحكوا لنا شي من النسيب الله البكاء على الاطلال ايش يعود معلوم متوفى حد متوحش الوطن شكرا جزيلا سيدي ياو يعقوب من نيويورك هذا طلب سيدي ياو من نيويورك والله رقم هذا لا حد يعدل لا حد يعدل قايته بيدي بعيد والله النسيب لا هي نحكي عليه منه وطلعهم فيهم اللي نسيب خالص وفيهم اللي نسيب مستخول من الغزل غير استخويله بعيد عودان الطال حاية في كفاك شاطناك يا عقلي غير أرعاك من تسميها مازال حذاك زي مجارف طنش در عدو كان اسمع عنك ذاك وراك لما قنتور يردو ذيك لا سمعت عنك ذاك لك يعود أكبر من قد هذه طالعة من النسي يا غير لا حد لا ينتر بعيد لعل يدخلها حضيرة خلق ايوه شو خالك حد قبيل سوين عن طالعة هذه صدراي صدراي طلعت صدراي والله طلعت صدراي طلعة قط قلت هج جعنو يبو كتر وانت كتر هاي صدراي الجواد وحادثة تتمايل في الواد وهذه واحدة تسمايل زاد أخرى من تترى عن أخرى وكانت عنها تبقي تبعات كيف اللي وهنا تفنى ترى عن أخرى ويريف معتاد عاد وعادت صمرة تطرى وعقبه زاد وعادوا تفقاد الحجار شما مرة حجرة مزروقة وترابط خيرة قدامك البال وتبرأ وكفترك بيه البشير وحلف منيانة والشمرة لعلمك إذا قاعد أنت تعرفه هذه البشير وحلف منيانة والشمرة بعد انهم خسروا نسيب هاي العاد وما عدلوا هذا زين هاد هي استخويل اللي فم ياسر نسيب زين ياسر نسيب زين الله يبينكم معاه تذكروا نص له ان اقبض مستمع نعم مستمع الو السلام عليكم الله 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 عليكم السلام معك مستمع نقول لنا حياك الله مرة ثانية حياك الله تحية لك تحية لضيف الكريم شكرا وفي الحقيقة والله اللي استفدنا انه من هذه النصائح اللي كانوا فيها حقا مهمة وانا بقيت اللي يطلع اللي فيها في حد الدنيا مايلة شورك وعليها مايل ونختار قرأت المبال ونختم سولو طلعت بالسيلة زيها مواضيع هم زاو في الطلعة من درها كان المواضيع اللي هي الله جاد وكل يذكرى فيها كانهم ضواحي الأطباب كامل والله بيت أدخلات في اللي كنت ليلة فاتة ونستاحنا هذا السؤال السؤال يلا تسوي عنه حد من منطقة الأصابع قبال قبال سولته عنه وسولته سولته أنا أول بيد استخدمه أول بيد استخدمه استخدم على رجال وقال أيوة راول يجاوبك فيه وتوفه ذا مع الحديث الحمد أيوة والله خديته مرحبتي بيك شكرا لك شوف حسب معلوماتي هي البناهي والسيدي هي البناهي وان البلايدات ذيك البلايد انا اعرفها بي اللي طيت فيها سنتين هو اول بلايد اشتغلت فيها كنكوصة وهو محل كنكوصة وانا اللي طيت فيها طيتها مربوط راسي غير ظاهر لي عنهم شرقها بكلامنا احنا وتلها بكلام هذيك ترى ظاهر لي معنهم الطاولين مع المسيلة بحر كاراكور هذا الدين وهي
ودراسة طلعت المسيلة. المسيلة يا عقلي فغنيت ما هي قاعدة المسيلة. المسيلة يا عقلي فغنيت ما هي قاعدة المسيلة. المسيلة من عند قويبين للسلطانية مو كرشين، ومن عند الشغل العظم العين شوفته العين ثقيلة وسور وملي والله الاثنين لا تمت فيها حيلة غير من تشوف العين قار الله والله العزيل وحكمه بالكويت ومخيزين ولحويجات وعظمة تيلة هذا كدار المدينة الدلاب يبيك الطويلة لك هو باطل بلومين عادة تمسيني هذه البليدات نعرفهم قد نوع تحرفت اسم واحد منهم راني سمعت واحدين يقولوا العديلة ما عرفت كان العديلة ولا العزيلة وبمناسبة عنه ما هو متباعد قاع عندي لا خليته عني بيك الحال لا أحكيه لا بصيف النعره فيه والأخر اللي قالت طلعت له مبالة ما نعرف أنا قاع ما نعرف يا قتو بي نعم مستمع ألو ألو نعم انتبهوا شوي مستمعين أسف سبع الانقطاع المكالمة نذكركم بخطوط الهاتف 45-24-19-09 45-24-19-10 لازلتم تستمعون عبر أثير إذاعة الشباب نختار نسول لديب عن الأسماء الطارية في الغناء كيف تشسي كور والترواغ هذا سؤال الله اللي عنه كثير هذا ما منه الحسن أخيص هذا ما قد يجاوبه ما نعرفه تو زين وهل يعني لا يخلق لي يخلق فيه مالكم عرقيص لاك شو خلق قال هون ما يعرفه أغنان محمد دمير راني مسلم عليك وسلم لي على طيفك كبير والحلقة الليلة أكثر من رائعة. قبيل سيدي أولي يعقوب اللي من نيويورك قضية بكاء على الأطلال ذكرت له نص آخر. علي ذكرت له نص آخر. سمعوا قاعد مستمعين كاملين. ما نعرف. دور نتذكروا لك إن شاء الله. دور نتذكروا لك. المولود المبارك وحييك وحي لديب العملاق والناقد علي والميدة حالي طلعة قلتها الأسبوع الماضي دورها تنتقد قال تفو بالشغلة وتفو زاد بالهم اللي ما هو معتاد اللي داركوني اللي داركوني تولي ليك الهمزة ما جابها اللي داركوني ماني قاد والله اللي دار اللي حق بعد اللي داركوني ماني قاد نتحرك تيت على جهة وانا اللي نوبة في التفقات غالب نباطل نخفيها بالي مشوش ذول الايام من التاقي وهالي هو متفقد البلاد لذي نوبة والناس تجيها هذا ياك فهمتو هذا المقنن كيف تشي انا هقع قد ينقضه هو يدي ظاهر لانه حد مقنيته إبراهيم واللبياه تحية طيبة لكم للوالد العزيز الأستاذ علي وللميداح سؤالي هو هل كل مغني ناقد بالضرورة مثلا أم أن درجة النقد تتطلب ميزات أرقى من ذاك أنا قاعد مسيرة كان حد مغني قد يعود ناقد ما هي بالضرورة بعد أنا ما وعلى ليه يعود ناقد وعلى قاعدي المقني ياسر فيه عود يصعب عليه النقد والناقد هم اللي يصعب عليه لقنا به اللي يلود الشيء ما فيه شيء قالوا لك مو خال زين وأما أن درجة النقد تتطلب ميزات أرقى من ذلك من رأي كان لغنى أي مرقى بالنسبة لإبراهيم مسول كان مثلا كان نقد حد مثلا الناقد أرقى من درجة المغني والله ما هم قاع ما تخلصهم ما تخلص واحد
ناقد خلاص عنده نظرة شاملة لما قيل وما كان يجب أن يقال، والمقني عنده موهبة ماشي لا يقول، وعادة تنقعي سؤال سننتقل تمنين تقول شي مبرد بها أخلاقه كاشع شي عن أخلاقه يقول البيضاء السؤال كده تنقد الناس كامل مكزي. المولود وراني نعرف نعرف مقال واحد أرواقيش ما قد سمعتهم قاعدين لقنا وينقدوش يديش يقولوا من أفكارهم زينة حتى في النقد هم هم قنين ولا ينقدوا قاع الوزن ينقدوا المعنوته زين. ديه طلع قبيل لمح لها سيديا المستمع القبيل قضية قال عنكم لدي بالكبير ما هي ذيك اللي قلتها أنا في الطلعة هذيك طلعة قد سمعته هذيك نختين اسمها ذيك شنو عندكم مثلا ذاك التفاضل لا أول كنا نقول قبيل قضية التفاضل مترى كان تفاضل في زمن زمن عن فلان قال فلان بقافو كان خالي فلان مغني فلان ملزان وفلان أجيب كان اليوم اللي عاد الناس ودباه كامل ما مثلا ذاك التفاضل ما كان له أثر في استخراج الأدب الحقيقي مثلا ما تروا عنه كان له أثر ذاك لبا عن كلهم اللي قارب به قال فلان يقول بصير وقارب به به مثلا هم يقولوا كاملين لقنا ياسر منهم هي قالوا عنها بلاد مليون شاعر قال الحمد لله تخطينا المليون شوي مليون شاعر لا بين اللي يقولوا واللي ينقدوا واللي راويلوا واللي مثلا يقول فيه وجهة نظر واللي يعرضوا باطل واللي يتغنى به ما خالك حد واخذ حظيرة لقنا الأدب إن كان لقنا أدب راهو يالتو يرتقب به إلى درجة الأدب ودون هالشي وراه هالشي وفيه هالشي هو لا يتم لا متفاضل الناس والخلق اللي متفرق به والخلق اللي متفرق به قال قلوا أدباء درجات جديدة بلاق مرحلة الأدب اللي منين تسمع قناه اللي زين عندك ما هو قناه قاع زين عندك حالته النفسية قبل أن يقول ما قال منين تخرص هذه طلع اللي حكيت عليك قبيل هو انت وش تملين عادها مواسين نص دراية تتكلم ولا تقرض فيه دي الحالة النفسية هي هي اللي ما يتواسى حد يكون يفطن عودان الصد طلحاية بكفاك ماشي عنها شطنك يا عقل غير أرعاك من تسمي مثال حياك زين وجهار يفطن شد رؤدو كان اسمع أنك ذاك وراك لما قلت تور يرد واحد أخذ صدره يخرج وتيدوم وذيك لا سمعت عنك ذاك ذاك أكبر سمعته باسم الحال الصدريات اللي قبيل اللي في الطلعة الأخرى واحدة من المهمة كانت تبعد من الأخرى بيه اللي خارج رجاج ما زين عنده تقاريب الصدر والله كان في تقاريب الصدر يسوى قاع اسم الصدر وعاد داحس ويختار يجي برشي صدر ما هو متقارب وذيك الصدرية اللي تتمايل بماذا توحي توحي بعنها جبل ريحين لو كانت اللي ما جايها ريفي من جهة ونسيم البحر من جهة أخرى تعود تميل على زر واحد غير ما تعود تتمايل من تعود تتمايل معناها ساعة يميلها علهك نسيم الريح وعلهك يريفي وهذا كله ينقرأ منه شيء هنا إذاعة الشباب لبرنامج أدب الشباب نستضيف في هذه الحلقة الأديب والناقد علي ولي الميداح الملقب الرجالة أستاذ شنو رأيكم في هذه المسابقات الأدبية اللي ما مرت فيها البلاد ما تصيب عنهم أولا أعطاه دفع جديد
ندب لقنا واكتشفنا شي من المقنين ما هو معتاد واكتشفنا شي دون ذاك واكتشفنا شي من النقاد ما هو معتادين وشي من النقاد اللي معتادين واكتشفنا عن موريتاني عنده تراث تعتز به مثال خالد وعن عندنا مد راعيان هذا التراث انتم ذو الثقال حنا ما هتلين العدوق عصايبين ظاهر لي عندك تنقول لك البارح ان احنا عندنا يا لسنا العدوق مولينا السابي احنا قاعد التراث ما تينا من ما تينا الصياب اللقنا ونص قراض وقاع ما تينا لهين وحلو فيه قطعا انا قاعد الى اللي طيت شي ثقلت علي ظاهره معينه في المجتمع قد نقول طلع من النقد الادبي النقد الاجتماعي منين نعطي شي متركاش قد نقول له مرضيه يا خالد انا اذا قلت لك انت اني قايل طلع من الغزل مارك لا تقول عني فضمت منين البكاء على الاطلال اطلال منين انت ما تقدر تبكي ما تقدر تقول طالع من البكاء على الاطلال محمد لمين ما يعني تقولها نقول لك انا كاذب لا الحق انت سينكيم من عندك انا كنت تبكي على الاطلال وانت ربيت في سينكيم وكابيتال من حد المرسل كابيتال من الشرق شريت ليه لا طال الليل تحت تبكي لي شنو مو خالي ثانيا وذا ما حقيقة ما نبقى قوله انت قاعد لي تغني لي شنو ولا احنا انت في نواكشوط تعرف من الناس عايش حاصر في نواكشوط هذو نقرداء ولا كلب ولا دبوس اذا عندك حد انك ما تتبارك مع طالع وتوسخ عندك متواقط اقبل تاكسي ب 200 وقول حد يمسح دموع مسح دموعك وقوم يشري بعد زين زين اذا المسابقات كانت انا اشكر الشباب الاهتمام بلدب انتم هذو لو كنتوا ما قمتوا لدب يندثر وعن واحد منكم يختار يقول شيء قال لك شاسيكور والتروا واللي بسم واللي براسم انا ما في شيء شينانت ولا في شيء مشقر ولا في شيء خاسر خاسر ليش تلاقي بت تافلويتين من طلع قط قالها حد مغني الاولين ايش فيه؟ انا عيت نضمن عيت نضمن تافلويتين من غنى رقال كان شاسي كور والله شاسي لون والله برادو ما لا 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 ما مثلا ما في شيء بعد قدي ما قرشني انا المضمون ما تغير ايه انا بعد ما هم ما قرشني زين ونعرف عنكم انتم ذو من اهتمامكم بالدبات قاعد حضوري انا فوق الطابله حالي بك اللي انت اول شيء تلود انا ما جيتك الاول الله يلحق الله يلحق ذوك اللي عدلت مع ذوك الاخرين هم اللي مشاو لودوا لي ولا شاب كيفه ها حيوهم اللي احمد شعبان اذا انا ما مثقل لي انا بس صار العاد وقالوا انا شاسكور والله شاسيلو حتى اني تفيتيت اللي يقولوا زين عندي لا. كيف الذهب عندي غرض ما هو معتاد نديره في خانة المقامات ما خالك شيء زين عندي منه ما قد سمعت شيء من ذا الادب ما درته في خانة الاهتمام بالتراث الوطني زين 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 اللي بقيت عدله انا نعرض مقامة الراجل اللي فيه سالم بن الحسانية العقدة محارثة مقامة صحك وذيك اللي منين ما تلم من الليل ما هو يتلفت فيه نص جابونا بعد تقنم عليه شهر تراعي ما خالك شيء زين منه رحلة والله رحلة طويلة وزينة هذا ما هذا لا من ذا انتم ذو هم التركة اللي متباركين مع التراث اللي كنت تقدر تمشي تكون زبالون أرانكم لكم عدلتوا
فتونا عندكم لو كنتم وعيتونا بعد قاع تراثنا انتم تباركين معاه وتقولوا الله يعملكم تعودوا تقولوا خاسر تقولوه بقى احنا الصبا نقدر نقولوه بين الماتين نقدر نقولوه حد سمعنا نقولوه اذا يقول عنا ما انا مطابقين واذا نعرف عنه يراني لك اجبرت شي من الناس اللي نقول من الكلام عنه شيء عنده عندي اصدقاء بعد انهم بطوني منين قلت عني ما نبقي الغزل وانا ما قلت عني كاره الغزل قلت عني كاره اللي منه اباحي صح هناك هناك وخالقين عليه ياسرين تلفنوا لي عن الموجب علي نعود كاره الغزل زين قلت لهم اني ماتيت قدته زين فيه مستمع احمد سالم الهلال تحيه طيبه لكم ولضيفكم الاستاذ علي المداح سؤالي هل انتم راضون عن مستوى النقد اليوم؟ النقد ما انا بعد ماشي عن اللي سمعت الناس تنقد والله اللي سمعتهم يقولوا شو حق والله اللي سمعتهم يقولوا شو ما هو حق يقولوا شو ما هو حق وذي سنة الحياة ورقاش طب ما يقد يعود اللي يقول كامل حق وانا قاع ماني داير راسي في بلد عني ننقد نقد الناس ناس قاع يلعادوا ماسين عني انا اللي نقول عن شنو طرها وعني ما عندي الحق قاع نتكلم في اخبار النقد هذه وجهه نظر اساس السوتيه اذا نستقبل المستمع الو السلام عليكم عليكم السلام بعد معكم جميل يا سرغات شين عندي تعرف جالب ما شاء الله الحمد لله انت معاك الليل ديما شو الصحه كيف حالك يا مساء الخير شحال استاذ ما شاء الله تفضل يا خير ما شاء الله تفضل على الليله عندي طلعه تعرف جاي الليله ونحتاج انقذها لي كيف شوي تفضل لا شوي ليك ما هي نقدها هي تفضل تقول نعرف عنك اللي نبغيك فيك اللي ما في الخاطيك حلو ومونك والعاطيك ربحنا هاي يبغينا واللي الثاني اللي بيك ما بطل فهو راعي ما عمي نبغوك لا شي هاك اللي ترشل عيش طينا رغناه فينا ذاك ما تقدر يفلح فينا كل محترم هاو زين هاي تسمع يقول اعطيت شي مخلع عنك عينك عليان بيك اللي ما انا كنسمي فيها رقا والله محمد رمين ما اعرف انا بعد اللي عندي فيه يقنع وموزون ومعناه واخبر انت بذاك الهام ما تقول به لا ذاك اللي قلت تفول الحلقه منين تعود عارف عنك قلت ذاك اللي كنت هام ما تقول معناه انك قلت ما هو معتاد واذا عاد بقى عليك من شيء معناه انا بقى عليك شيء من ذيك ما هو معتاد نقصها وإذا عدت قلته كامل ما إذا قلت ما هو معتاد وإذا عدت ما قلت منه شي معنى أنا ما قلت إذا مستمع آخر نعم مستمع ألو ألو نعم معك طارق كيفك لباس مرحبتي ما شاء الله كيفك عبيد مرحبتي المرة الثانية نسلم عليكم مرة ثانية إيه الحمد لله وطالب من الأستاذ إيه تفضل هو تعرف عنه من أهل المراجل الجميلة جدا نعم إن شاء الله ومشوقة نختار ويحكي لنا مرضية حمد الوبهاء ومرضية محمد الحمد سالم البداية ونختار نسول ويا نفسه إذا كان هو يحس عنه منين يعود يقول لغنى إذا كان غنى هو يشابه المختار بن يداح ولا ما يحس به كان يشابه لغنى المختار بن يداح كانكم تحسوا عنه يشابه والله ما تحسوا كان الرجال منين يعود يقول لغنى يحس هو عن ذي نظرة المختار بن يداح والله ما يحس به زين واضح سؤال شكرا جزيلا نعدلوا له هو قال مرضية حامد الببها قال له بالبركة والعلم والإحسان والخوف من الله والإيمان والقطبانية وميدان الفقه اللي واضح معناه مسقى ما فيه التكتان واخلاقه لله ميله والكرم اللي ما هو تلسان والجاه اللي ما قدو جاه مشى حامد شور الرحمة ولو ياسر يتحرم مشى يعطيه الرحمة والغفران ويلطف بينا زاد من وراه معنا والنعمة الصعب حامد قاع منين سقناه بقى فينا عبد الوهاب
وعبد الفتاح وعبد الله بالبركة والعلم والإحسان والخوف من الله والإيمان إلى آخر القائمة. هو بدل من توفر زين مرضي أو محمد أحمد سالم محمد ولا أحمد سالم البقاء مرضي تمان عرضها وكنت الليلة لي نطلبها خدتو أو قضية عنكم تحسوا كانكم تحسوا عن أغناكم فيه نبرة المختار رحمه اللي نقول لك رواية عني تقويم للمختار اللي شايع والناس تعرفه وتقويم للمختار اللي قبيل عني نختار عنهم سولان عبيد ذبي اللي يزاني المولان نعود اللي نقول الشاب المختار بيدع والعاد اللي هو حس عن فهم شبه يكدها لي خليني نفتخها زين. هذا شماد أحمد ولدادة. شكرا زميلي محمد لمين على هذه الحلقة، هو زميل طبعا هو زميلنا. استمتعنا واستفدنا من هذه الآراء النيرة لأستاذنا علي. سؤالي هو ما الفرق بين النقد وقريع الشقارة؟ حبذا لو أتحفنا أستاذنا ببعض قطاعاته مع الطيب رحمه الله. ما فهم النقد وقريع الشقارة ما هم واحد ما يقد يعود واحد به اللي النقد فطن تقد تتبارك مع طالعة ولا تعود يقع الشقارة وتظهر انت بنقدك عنه ما بيه شقارة يعني ما هو لا قريع الشقارة قريع الشقارة ما هو النقد تصحيح ولا نعرف كانوا قاع يصح ما هو الحد يحكي ليك قناع حاله تقلع له من الشقارة بكلمين تقول البارح قريع الشقارة مثلا قريع الشقارة توفى اللي منين تقبل النص وتقول له رقاش والله اثنين مات لك إلى عاد في شقارة مشات معه والله رفت شربة وتم لا بل منين تخل في قناك فيه تعال لهم وقول لهم هي يتكلم ما يلك انت جاي الويقيش قال محمد زين. حتى نستقبل مستمع ونعود لطلب زميل شماد. نعم مستمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك مرة ثانية. مرحبتي بيك. تقول أنا نقول الأستاذ يعرف هاي طلع أنا براسي في كرة شارع قايلة تعرف الليل ليلة. تبعت قلت فكرتك ولا ما قلت؟ أنا قلت فكرتي غير حني وضح الأستاذ خليك. تفضل. أنا فكرة كنت رايح فيها كلمة هون يقولها مثلا الوالدين عنهم قال لهم عمين قال لهم يبغيك كان في جيجي. ومثلا تقع. قيقع ما هي أسرة في جيجي. بس يا أسوء تروح تحسين الفكرة مثلا روغاني في كالفية لذلك الثاني ما نصرح قاعد برا كان الذكرى فبتوها من خلال طلع قاعد السنة ثم أستاذ ولا أنا ما جات أنا قاعد مين عاد يتخمم تخمامي جيدي في تشوي شوي نتخمم أستاذ أحكي لك مرة ثانية أحكيها لي مرة ثانية نعرف عني اللي نبغيك نعرف عنك اللي نبغيك في كل ما هو بالخاطيك حلو مونك والعاطيك رب احنا هذا يبغينا واللي والثاني اللي بيك ما قط واللي والثاني اللي بيك ما قط الفاونا راعينا عن نبوك لا شهاك من الترش لا يشقينا لغناه وفو فينا ذاك ما تماكن وفو واللي والثاني اللي بيك ما قط الفاونا راعينا عن نبوك لا شهاك مستر شلاش قيمة رغناه وفوف وإنه ذاك ما تقدر يصلح فينا زين حتى شوف اسمع لا تقطع وتسمع الإجابة شوف هذا يبقينا يجيدي أصلا قالوا لي عنه أنا قاعد ماني قلت نعود ماني أخباره حتى أنهم يختاروا ما هو طاير لي عن يبقيه زين ماني مشوكله زين منين فت قلت يبقينا انت همك تفسرنا عنك مع ان الوساكم ما قطوا قلتوها بيهكم اللي ماشيين عنها ما تنقال فعلا اللي ظاهر لك ثابت يجيد يقع لكن ينقال فيه من الكلام محدود ما هو ما عند كثرة يقال عن كثرة اللي رافض من المعنى زين ويبقينا هذه الطلعة انا مشقر عليها صراحة اني ما نعرف كان قايلها الصاحب ولا ابو ولا خال ولا مرابط يقريك ولا أنا مراي
لكان ما شرحها نقطع ما لا لا بد لك من تتم التاكم على السحالبية لأن ما وضحت لي ما هو لين أعطيتني فيها إشارات وإني أطفي الإشارات على التواطحة وهي لا نقول لك عنها طالعة من لقنا وازنة وقليلة فيها الحشو والله قعمة وفيها ومولاها مغني مغني وتوف مغني وتوف غير طلعته ما وضح هذا يدخل مثل قلت قبيل بداية الحلقة عن دائما لغنا مثلا فيه ذاك اللي خبر مولاه قصده وهو قطعا عندي طلع مولاه خبر قصده مولاه مغني حد آخر ما يعرف قصده غير لابد أن أنت متفق معاه إذا فيه النقد من درى أستاذ سؤال شماد هذا لاحني في الرواية النقد وقريع الشقالة ما ترى عن النقد قاع وقريع الشقالة عنهم نقدر نقول عنه كلمة عربية واحدة فصيحة واحدة حسانية وعن فيه فيه دراسة وتحليل هوك النص اللي نعود خرصوا جماليات وخرص لكنه ولا عنه قرب هو التحليل كي قلت قبيل مولي عنه تحليل بدل من نقد عن نقد حرشة شوي إذا ما تراوها خصوصا النقد العربي مثلا لكنه مقبول منه شوف أنا النقد العربي ما نعرف أنا أستاذ فرنسية كنت والنقد نقد الشعر وتوكاس كريتي لا هي قاعد تنقال وكريتي ما هي بالضرورة العيب أنا ديس كمان ما هي بالضرورة العيب أنا منين تباركم عنص نقدر نوخر جماليات ونقدر نوخر عكسهم لكن قاعد نعم قليع الشقارة جايتني أنت محمد الأمين قايل طالع الدور نخرص هالك ونشد معك أخبارهم ونقول لك كانت تقولها بصيغة تبدل من الكلمة لو بالنسبة لي أنا زين زين واضح وربما يكون خطأ زين زين واضح لو هو فهمي أنا أنا من تقول لي نقد نمشي شور المستوى الأكاديمي ما يهمني من تقول لي نقد النقد مادة عندنا معناها صاحب النص قاعد قد لا يكون موجودا إيه ما هو موجود ولا أنت أركض يا قمتان على نص السد ودنجرته قول لي النتيجة النتيجة من قولاني أنا شقارتي أنا قولاني وبيل يقول سدهم اللي جارت وكلمة الفلانية عند كلمة الفلانية وقال عد أنا ما خلقت وما الوقت قالوا وشعبي وخاض من ذا من الدهر كامل وصلني أنا اليوم وأنا عنه ما يشقر أكزين أكزين ما ينفع الناس فيهم كثوا في الأرض إيه وطلبوا قطاعكم أنتم طيب والله بعض قطاعاتكم إيه طيب قطشاني هو مقني حتى وشاطر ويختاري خلاص كان قدنا كان طلع ما زلنا من السالمين تكيحت قال لا كريديتي هو ما خارج حد استغرب ما هو موجود ظاهرة هو قال لي حجب لي الأشبار في اللي فات والتماني حامل دنبات تعود من أخيار الوتات يا الرجالة وتعود قبال خياطة الصفرة وبلات لي ضغط ولا تحفاء وتعود اللامكي في جات المدي من عند الغساء أنا عقبة عادتي شرط ما هي وتو قلت له همك فيه صالح لو كان قاع أكبر من زي الوزع وش قال حجاب لو التمع قد السقري عني الأطفال لا بسم الله الرحمن الرحيم حجابك مزال وإنه حسن ظن لو التمع يقول تقال وقال أصل الدور تقاح راني أعطيها لك بالفاء قال لي ما وفيت كلامي زين اللي بالفاء قال لي أنا جيتك معني مردود من بعد وجيتك زاد اللود ومقرش عن فيك المقصود بالغ وحجابك ما هو فالي منه تجبرت يعود كيف هذا اللي منه مزال يلا يزين قلت له مرحبتي حتى بيكم أسهلتي اللي منك ينعس في البدع اللي مسبولة مدس ونجيك ونختارك مزال محل التدارك تلبس لك ذا وتفهم زاد الحال والغريب سبحان الله أني والدي قال لي أنا قلبني الطيب وأنا معقف فيه قلت له قال لي بيلي اسم اسمك وانت ما سميت اسمه يعني كان لذلك نقد يتكلم نقد حق نوم انتهان كادر مويتها يطير اقطعي انا ومحمد على الدباسة الدباسة قال لي قال عن محمد انقلب بيها بي شيء بعيد وقال لي بعد طلعته الثانية وجوابك لي هذا ما تكون حتى يوسع الأخلاقات قال لي وضرب كان حاني منك شو ما يوسع الأخلاقات
زين فهمتوا ايه زين زين والله يحكم من خلال لا شبعيد لا زين. اذا تقييمكم انتم لطيب وليدي انه شاطر اذا عدت قد نقوم تقويمه ما عندي شيء هذا منادم ظاهرة تخلع منادم ما يحفرش هلا مستمع نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبتي بك شكرا على البرنامج هذا شاكرينك نحن للاتصال أنا فرعاني اليوم الله يتفضل معك أحمد الصندة أحمد الصندة تفضل يما لك يا عيد مقني بقناة قناة متواصلة جاونا ذات ثابتين وتوفى قبل محمد لمين اش حالك رانا مسلمين عليك وعلى القامة الأدبية السامقة شكرا لك هذا حد هو مكتب اسمه قاع الله 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 لازلتم تستمعون لإذاعة الشباب عبر تردد 91 لحلقة أدبية مباشرة من برنامجكم أدب الشباب نستضيف لكم فيها الأديب الأستاذ الناقد علي ولي الميداح إذن نواصل لاهي نكحزو شوي عن ناقد شو الغنى سؤال قد يعود تقليدي شنو هو الغنى تقول سألت عن عظيم لي تقول لي سألت ما نعرف أنا سقطت أعرف اللهم الغنى لا يقول لك أنا كنت ماسي أنا اللي بايتين يقولون الكلام اللي أنا نوته الثرثرة يقول لي قالوا إنه الناس أنه قدين ربط الليل عاد نوزه أكسي أنك ما تقد تقول لي ذي الكلمات اللي يمكنني قلت لك وتطرحت علي السؤال ما تقد تعلمه لي بعد ما كنت ربط لو كانوا بعد قال وحكيتوا علي وبقات منه كلمة يقول لك آه محمد رمين الله ما وصلت الرسالة قبلنش أنا بالنسبة لي دائما نمثل التمثيل الله يقول لك كاريكاتير زين أنا قلت عنك من يتعود هاي ترسل براوة لركات خرص لله تقبل منه الوقت لا يتعود التاقط مصبور زين وتشتشتشقدل عليه وستيلوه تكتب لي وجوا براوة زي مزالي قديم قبل عدكو ما هاي تستاع ما هاي طلعت الشمس تكتب لي تشتد بالخط منك تشتد بالخط وهي تقاعد تمسك البراوة لا تقول لي فيها عن البرنامج واخر الليلة من الله بعشرين هناك لا تتبارك وتجيب لي مقدم بصراطة من الكلام فيه العربية الزينة دي الحمد لله الذي جعل الأقلام راحة للأقدام بطاطي بطاطا ولا تقولها لي ولا تقول السلام عليكم وكذا 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 وسلموا على العائلة وفلانة بالخير وعلى خير والصحاب جات والترى بعات مزرعة والبرنامج الله ضعش يميت الوحدة الوحدة زين شخلك مليت انت التاقط من الكتوب المهم انه لا عن البرنامج الله ضعش زين هذا الكلام تركتوا عني لا يتقول منه المهم كيفاش كيف تانا منين تجيني براوتك لا يشق الجوال كنت انت مش تهددي وستيلوها راهو بقى عندك تقع انا ما شفته وذي مشقد العيله بقى عندك وكتبتك الزينة لا يشق الطاقة اللي كانت فيها دي اللي عرفت قايتي والطاقة بلا فايدة عندي الله يزين لقنصة تمثيل جيد لا يتقبل وتمثل لي تقول لي شمل الكلام ما خالك شعر منه وفاتوا فتاوا فيه البيضاء الله العرب قالوا خير الكلام ما قال له ودل باش نعرف عن اللي هامك تتوصل لي من الكلام باش لهي نعرف وانا قولوا لي ولا تزيد علي
غير لا تنقص عمرك. منين تعود اللي لاهي طلع اللي لاهي تقول أطول من ذي الفكرة اللي لاهي توصل توصل اسمه ما ينطلص عليه اسمه يقول الدخان. الله يزال لا تقول لي من الكلام ما هو اللي لاهي عاوني فهم ذا سكات ولا تقول لي قاب أربعتي في الوقت فيهم ثنتين بلا فايد درعت محمد الأمين خلاص. ودرع وكذا صفرة ومدبوش وفي ذاعة قاعد درعت محمد الأمين صفرة خضرة وفي ذاعة قاعد هو المعنى اللي كنت ندور عدمو يا خياتي الاثنين وأنا باللي قايل واعد درعت محمد الأمين خضرة وفي ذاعة قاعد يأتي في الواقع تندولي يقولي فايدة تمشيني عدمو يا خياتي نيمبورت كوا حق ايه شفتو بياك مصيبات هذا قال له تافل ويتين حشو دين بهم ما هم خارجين تعدى القاف من تافل ويتين بمعنى اللي الدور وتعدى العروق بتافل ويتين خارج ما قال له قاعد قلت بريعه قاعد اسكتوا ما من ترى كان ذي العروق قلتوا ما 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 يقابلوا ما يقابلوا اذا تمثيل القبيل قضيه البراو ما يقابلوا ذيك البراو وذاك الاقلم وذاك الشيء ذاك المسك ما يقابلوا ذوك في الوقت ايه يقابلوه بقى مين دي هذا حشو الحشو شنو الحشو خرص مدى بعد البادية عندهم معين دايرتهم في كيس من تطرح الكاس تم تحشيني بتوافقياك ما يتكرر مع حاشي تهيش ياك الدقدق لكن قال الحشو زين باش قل في القناة باش عاد القناة هاك زين مو يعتلقنا عادة زينة وذا زين حتى نظريات فعلا يا غير بعد يقول لي طب زين زين حتى زين حتى نستقبل مستمع نعم مستمع هلو هلو عبر الأثير مستمع عندي جاب نقول على علي تفضل لهذا الذهب يا فتينا بسم الله كيف يقود ما أقمت بفضل الله هذا كان على علي شكرا لك. طبعا هذه النغمات بأوتار أردين هي للفنانة توتو مدندني وهي مسجلة طبعا. هذا لديب أحمد لواه محييكم وندور طلعت عظم الغضب رقة عظم الغضب وسابق تحكوها لأن قبل مستمع نعم مستمع ألو 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 نعم معك ألو ألو معك مستمع ألو سلادة يا حكي شو أنا بعت جاهزة تفضل اللي تبغى إسرار اللي تبغى إسرار الكد وارا راعي ايه كيف وكل نهار بتار العادغي أنا علي بالسيارة قد نأسف على انقطاع هالمكالمة إذن عودة لكم أستاذ تربية الطلب أحمد قلت عظم الغضب الله قلت عظم الغضب وقلامول وعظم الغضب وقضو وهدود وقلفات الدهر على طول غير الغضب والقلوبون تحاوز معناهم مبيل عنهم مستقبل الوفهون مسكين الأسباب اللي بيهم مليول كان الغضب من اللي محتوم متى ومن أسباب الحصول عليهم ولاهم ميمون ما جعل والأفعال اللي كانوا مخذول ملاهم ورقيق ومشهوم عدو متح وبيهم وصول للغضب ملاهم مريون وعظم الغضب ولاهي دقع عادي رق اليوم بمفهوم أهل اليوم وعظم الرقاق لازم مفهوم أهل اليوم اسكي الله هذا النوع من النقد مفيد هذا مفيد لا لا اذا رانا عرفنا عند غمد مهم منه راهو جواب بيد وبيد راهي طلعه ذا الموضوع قاعد تتناول المختار بيده وحكيته شنبت ذاك ما نعرف ما تعرف هذا من رقة عظم القلب
ما نعرض انا ما انا قلت لك عني ما نعرض منين بعد سكات راه سقرا وعليا ذوك ديك ما نعرض طالع المختار ما يداح انا عني ما نعرض اذا لا نعاودوا للذكرى قلت لكم بالقضيه تفاضل ديك طلع عني قطفاته يورا كان فلان في ميدان المقود بقافو يزيان يورا كان فلان في ميدان المقود بقافو يزيان وفلان اخر يوزن وفلان في المقول من العين يخوف وفي الإعلام لا يرى كان إعلامي بلعتنا موصوف وإعلامي زحال ولحان وإعلامي ما يصلح وعقب من تصريف المنان ذا كامل ولا غزل الصوف وساوى شماله في بان مع ياسر ما هو ماله وعاد مزهزيني في تقاحير المقول والإعلام وتوف هذا من الذي بالكبير وهذا مسحابي ما هذا شفت هذا النوع هم المغني منين يتخمم حتى في الأغنية عجب يعود قاعد ينصب راسه في لقب ما يجد حد يحسن فيه ومراقب اجتماع حق زين ما هم من الألقاب اللي مثلا يقدوا ما قرشوا حد اللي دائمين نشوف شو مجتمع ما هو راضي تقول ذاك اللي ظاهر لك انت ومنين يثقل عليك شيء تقول مولي تقول ذاك اللي لا يبرد لك تخلاقك وعيد تبرد أخلاقك قاعد بشفطن ما لا يتفهم الناس عنه يبرد الأخلاق ذاك زين ذاك زين موج بكي قلتوا قضيت عن مثلا مراقب اجتماعي قط مرة باط لاحظت فيه قاعد طلع دائما هون يطلبون المستمعين طلع قالها زازو لاحظت في تحريم بلاستيك هذا تميت مرة هون قرن لي لاعان اللي هو لافت اللي عليها اللي مكتوب عليها ستوب لا لاستخدام البلاستيك لاحظت عن هي مرصة مزاج هي قام مرصة وتوب قلت عام 13 مع الألفين وحرم عين الدق في عين زازو فيه والتاوى ذنين مختلفين في حرمة زازو وبشرب التحريم وفي منين الشعر وبان اعتزازه غير اللي طريف ووجيه عن حطاب الدشرة زازو عن ذاك اللي مكتوب عليها اسم زازو من زازو زازو قد في مختار من الدحلاك اللي قاب الشايع يا مستر خلق في زازو شافت عيني عند أقلانة الكتوب العادو زازو ما زازو بعد الدنيا الله ينزل الله الله لازلتم مستمعين الكرام تستمعون لإذاعة الشباب برنامج أدب الشباب نستضيف لكم الأستاذ الناقد علي أولي الميداح الملقب الرجالة طبعا شنو رأيكم في هذا التفاضل كي قلت لكم قبيل ندرك أنه خالق اليوم تراوا عنه خالق من خلال هذه البرامج المرئية والمسموعة ندرك أنه تم تفاضل من ندرك أنكم تحسوا عنكم لا استضافة ديب كبير على وزنكم التومة التومة نقول لكم نجيب ويجي واحد اخر نقولوا ولدي ويجي واحد قد يعود بلاب وصوير وزحل قالوا ولدي من ترى مثلا شوف انا ماشي عنكم قاعد الله تستضاف لا حد دي اصلا يلا ما يعرفين الله يتوسق قاعد الله هي ما فيكم حد لهي الحق من التفريط فاشي عيط الحد يعرف انه مازال يزحل لقنا زين ويا قاعد استضفت ولا قاعد سمعتوه زحل لقنا مودي يتعود قال تخلق الحد والله اللي نعرفه فتنا عندنا نقولوا لقنا حق عندنا من فديد شور انت نقول قام خرس هو يوم على الراوي قاعد يرتب ما اكبر من قلت لا يعود بعد الله ما هو على الراوي غير ما هو لا يعود ناقص وعلى ليه عود ناقص غير من خلقت بعد ما يكبر من قلت همت قاعد صار ليلة مثلا ما يكبر من قلت شوف أنا اللي قلت عيت نعاني منه أنا عيت نعود نصنت البرامج الأدبية في التلفزات وفي الرجوات ويفاجئني مقدم يعطي دروس في الأدب وهو يزحلقنا خلاني يفقعقع غير اللي نقول له انه سماه لا ساهلته ايه اللي
احسن المخارج. ما نختير رجاج قري لقنف الرجو يعطي يعد المتحركين وكذا وكذا يعود قايد التفريد لاحظ صار بيلي ماسي عنه لا يتعود وينو عتي ميزانه ولسانه ما هو يقول يزيد متحرك واللي يقبله لانهم ما نختير خالق مرة من نعرفها اللي تقول له رواية ما هي موقع تقول لك إن شاء الله تعود معي حاجة زين عد إيه أحسن مخارج زين عد حسن ونتو مطالب قاعد ما زاد لي خالق عد وعلى كل حال حد قال لقنا لا تستخسر فيها عنه قنا زين زين وحد عاد ينقذ لقنا لا تستخسر فيها عنه ناقل زين عد هذا حكي بريم لك زين من ترى إذا سولتكم وين هي الطلعة اللي بالنسبة لكم توما مضفية ذلين قالوا لافية ذلين قالوا الشكر شكر شاكر حق حق شوف كل صراحة كل صراحة جاي نحكي لي انت الشكر عندي وفقنا الديوان وجاي نقول لك عن الطلعة اللي نقول لك الطلعة من نفسها زينة غير عندي عليها مآخذ غير الموضوع اللي مقبول في الطلعة وفي قافة فيهم ظاهرة ما خارج سيسر قالوا المبارك اليومين هذه نختارها أي قول شي سيسر كان واخيرت بحد أصله مفيد أسوأ عاد قريب وبعيد واخيرت بحد على ظهري واخيرت واخيرت بلا باس التفاضل كنت غير أعرف بس وقاعد زيد على العرف ما فيه ناس عن وخير تذراري بزيد ما هم كيف توخيرت الناس وحدك صف عنه ما يذم يسوى من وخيرت اللي قاسره هو كيف الناس يتم والله قاع خير من الناس غير هو مو ملاحق لهم فهمت القايد زين الله يلي هذا شروار الله يلي تاشير الله يلي تدرج تدرج الله يلي أنا زين عندي أنت قلت تعود ما يشكر الخالد غير من لغنا اللي نتخمم في بلغته ما قبله زي الحالة النفسية اللي عاد فيها هذا المقني لين يقول عنه له هي قبض الفينو زين هاد قبض يكرد زين هاي من زين انت قاعد تراوغ مع المغني سابق غني انا خالدي عندي دوايات ما نعرف شنو معناها فهم قاع شي بندقنا والله يغم النفس اللي عادي عندي غير حالة ملاه النفسية سابق زين سبتارك من تقول حكي لي قنا محمد أحمد ورا ما نحزن لي ذقنا تفكر فيه لا العقل أكزين لا أكسوا من تحكي لي قنا هو والمبارك الدنيا زين لي ده تقرأ أكزين يفهم شو قاعد والله الله من تحكي لي قنا والقصري زين لي البلقي سكي زين حد هذا زين نستقبل مستمع نعم مستمع ألو نعم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نسف هذا انقطاع المكالمة نذكر مستمعنا الكرام بأن بإمكانهم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 20-74-06-08 إذا قست لكم غرض آخر وقلت لكم أبلغ نص عندكم والله قد سمعت وصي يعني عندي في رذاء أنا فهم غرض عاس منه لا تعس منه تفضلوا لا تعس من شيء رذاء أنا يقولوا
أصدقائي عن اختصاص الرذاء. لا يمشي على نصوص رائعة فيه. وقد قلت منهم إنه الشيء ما هو طويل، يعني حكي من ليك إنه موزن. الله. قد قلت الاجتناب يتم من العقاب، والامتثال مع الاجتناب يتم، ويتم رد الجواب على شكل الحد مسول على شكل وصل الخير الصاب، ويتم وفراق ما هنو قل لعلم عند قلة الأخبار زين كامل عند أحمد سالم مدبي يباه اللي قاس الدار اللي عنها مقطع فيه سكي. هذه قلتها مزال وقسم سكي حد. وأحمد سالم مدباقى والد محمد باقى اللي مسولين أبوين عمر فيكتو، قلت له مدة زقلة عالم وجيه لا حزنت بالطبع لي سكي، ولاق زقلة مدة وجيه نزيه وجيه لا حزنة عالم مولانا، ولا زاد يريه زقلة مسالم يكالم وجيه لا حزنة. واليوم اللي يقول أحمد سالم أحمد سالم مش معلوم عالم نزيه مسالم بالمناسبة. قال لي محمد اللي كان يسولو عن مرضي تلوي خط من أحد دارهم وتاجر من وراحة، قال لي يلا لي ما قلت ما عقفت عليه. قلت له آه شنو؟ قال لي رباوك هلك ولا بقى شمع علمه هلك ولا حصلت علمه اتفاع قفار بياش. قال لي بيك تروس زين حتى. تحية طيبة لكم وللأستاذ والأديب والناقد رجال المداح، وراني طالب منه يحكي لنا قطاع التركي والدراعة، وراهم أهل بطل حاية كاملين قابوا متحاي واجعي ظهر عنا دا لا مسلمين عليهم وصرت أقول لهم سلمان عليهم. وطبعا يبدو أنه ما كان متابع بهاللي هذا حكيناه كيتوبي قير تعيدوه تمام تنفهم فهم اللي لا يتعد اللقاء. زين حييك وحيي ضيفك وقول يعيد لي ها يعيد لي طلعت واللي المبارك واللي اليمين بالشكر. زين هاو طالبين قال وخيرت بحد أصل ومفيد سعاد قريب وبعيد سكي، وخيرت بحد على ظهريد وخيرت وخيرت بباباس آه. غير عرف وسوى قاعد زيد على العرف ما فيه ناس عن وخيرت ذراري بزيد ما هيكي وخيرت الناس سكي. وحدك صف عنها ما ينذم مزيان القاف معصة حدك صف عنها ما ينذم وسوى من وخيرت اللي قاس راهو كاين ناس يتم والله قاع خير هو ديمقراطي بعد وعطي ياسر الحريه الله هو بعد ديمقراطي قطع ما شاء الله. لو ذاك تركي ودراعه قطاع التركي ودراعه البطه الحياه التركي ودراعه قطاع التركي قطاع احمد سليمان انه ما هو ماني قايل شاك عنه تركي ودراعه انا دراعه طيب هو كله محدو الله لعنه قطاعين. قلت له انت اللي شورك نشكي كنت وشاكل ركراني اللي عدت اللي عندك تركي ثاني يدخل بيها الفاني زين. قال لي ما نبقي عنك موجود ما عندي تركي وانساني ثاني ومنين هو تنعود عندي تركي ثاني ماني. قلت له ما زلت لا فرق ديجيتاني اللي خفت بعد تراني وتراني اللي عدل تباني انت ياسر فيك تباني الله يسر هو طيب دراع طيب. قال لي حجبني نجبر في اللي فات والتماني حامل لمباه تعود من أخيار الوتات الرجالة وتعود قبال خياطتها صفرة وبلات ليب وطويلة للتحفال وتعود اللامكي من جات ملي من عند الغسة سكي. تلهمك في صالح دكان قاع أكبر من ذي الوزان وسقال حجاب الوتام عن قد السبري عنه الأطفاء لا بسم الله الرحمن الرحيم حجابك مازال وإنه حسن ظن الوت ما هي قولت قالوا وقال أستد وانت راح حطر أنا أعطيها لك بالفعل. قال لي أنا جيتك ماني مردود ومن بعده جيتك زاد ندود ومغرش عن فيك المقصود بالق وحجابك ما هو فالو منه تجبر تعود كيف هو اللي منه مزع. قلت له مرحبتي حتى بيك ومسهلتي اللي منك ينعس في البدع اللي مسبولة ملس ومجيك ونختارك مزال محل التدارك تلبس لك ذا وتفهم زاد الحال سكي. تقلب عني قال لي ادعتك المولانا ما طايح منك. هذا مستمع هون أو مستمعة ما قالنا ماذا اسمه حمد أمين مشكور على استضافة الدار وكتلغنا والنقد الوجيه
راي نقد الوجه هذه عبارة زينة عندي بها اللي كي قلت لكم بيد بما نقد يعود ما هو وجه يعود ما هو في النص وتوب ما هو نقد النص سنة الحياة حق ثنائية الخير وإن شاء الله اللي عنها فطرية صحيح لهنجيس هو تكلمتونا عن شكر ورذاء لهنجيسو أجود نص عندكم والله قد سمعته بعد هذا المستمع عن بكاء على الأطلال بعد هذا المستمع نعم مستمع ألو ألو نعم تعرف بك يا قلبان مرحبا بك عبيد عبيد مرحبا سهلا قلت لك ما رجال الليلة عدل بعد الشيء غريب عندي أنا هي عنه ما مس حد بشيخ خاص البيت اللي قاعد ما يقوله ولا خالق حد ما قال له أمه اللي ذاك الصريح الحقيقي ولا جامل حد يقام هو غريب دقامه غريب والآخر عنه واللي قال كان وجيه ومونك وحنا بعد وجيهنا أنا قطع عني مرحلة 10 سنين وقت تقريبا شرعك عنه المسلة ثانية عنه واللي قال في النقب وجيه حق. واحترم الناس كامل اللي بعيا دعاه وقيمهم وقومهم وشجعهم اللي عليه يقولوا لغنى حق قاعد تشيع هو المهم هذا هو المطلوب حق ناس يلا تشجع الساحة قال هو النوع من الهدباء هو النوع من القامات صحيح ياك تتافق الناس بعافية والأخرى ناك زين وتعود وتقدع انت تشجيع وركرة وشجع ياسر الناس ولا خالق حد ما ذمنه ولا خالق حد هم اللي قزمه وعدل الناس كامل هذا هو هو العتمة زين عندي تقييمك انت له الليلة زين عندي مالي رجال قال زين عنه داروك هو تريده وما من تريده ما أصلا ما هو داروك لا هو ما نجعل وانا والله يعني أغنى الرجالة عني كل كتاب اللي سمعت فيه نحس أنا بنغمة المختار ابن يدا حلو والكتن دون عرفين هذا هذا رانك ما اللي نرقد الليل هو يختار هذه الشهادة عن اختارها عن كل شيء عن داروك لا لا ما زين عندي زين وكل نحس بي وياك وقع لي حل عندي زي اللي يقول وانا تلفون ورك علي صديق عندي قال له محمد الجدلة قال لي اخر رجاله الليلة زي الراديو واسمعني دخلت قال لي اللي يقول غنى ويلي سكت عنه غنى ويلي ما بي عنه غنى وياك اللي يبغي غنى قلت له بعد قلت له ما يقدر خطها ما كي قلت هو يشجع الشباب على والله والله مهم حتى المهم هو اللي اخترت انا بعد ذلك صحيح ما نبغى نختار ونسمع وحس هو عم يتكلم وحس شكرا شكرا جزيلا انا بعد اخترت نقول والله يعطينا ويعطيه العافيه شكرا جزيلا هذا كامل مولي احنا كل اقطع بعد هو محمد قبيل ما قالوا لنا هو محمد هو دمبا هو دمبا ايهم اللي الاقطاع علي البس خالد والله 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 درت السمع ان شاء الله شكرا طبعا المستمعين افطنت لهم الليله كيف شي يختاروا يصنتوا ما كثروا الاتصال وذاك يعدوا عاده يعدوا يختاروا روايه يصنتوا لها اكثر من يشاركوهم فيه والله ذاك لين سجلوهم طلب قطع دمبو لين نوخره شوي حاجه في ذم طبعا لين سبقوا الناس اللي خارج بهذا صاحب نيويورك مش شكرا مرة أخرى سووا لي لديبيا كانوا قط شركوا قطاع مع الحضرامي وللميداح ونحيي من هذا المنبر نحيي أستاذي لديب الفنان الحضرامي والميداح الحضرامي قبل تشاهوا معي بيني معاه قطاعي هو يقول هو بيه هضم النفس عني أنا هو المعلم ولقنا طبعا ما أنا هو قالوا عن ابن الشيخ قالوا عنه ما هو كهو كهو زين أنا ابن الشيخ هو زين هو الشيخ زين وقطعا ماني معلمه لقنا يلحقتم قاني يقول كيف أنا أطلع عندنا بعد نقولوا في بلد يلعاد اقتبس مني شيء والله درس والله شيء ما نعرف أنا بعد ما نقدر نقول عني معلم ولد مختار ما يدحر لا أصوي لا يلي قطعا قط الست لقاف وذا أنا في كيف هذيك الساعة يرسل لي سيتي فكون سكوب كومانس كون سكوب هذا يتقاطع يتقاطع هيني بي أنا ماني قريب
قلت له قبلت قطاعك وقت اني صفك مورا حتى صف زين حتى وكحت كفك وارهاني لهي بعد كحت كف مالي الزين وقال لي باعي واسع زين وصلي قطاع ها. وانت لا قلت اني صفيت مورا صفك تحتاج الباع صافي وانا بعد صف الله يزين قد اشتركنا لا يزين قطاع اخر يقير فيه هي سامية الوادي زين اذا لا تقولون قطاع قطاع طلب لجيب عبيد الباس والله محمد هذا ولا احمد مداح محيين وحتى من قط قال لي بهمية علي فيك وذيك عاد في قاع وراجي نعرف عن همي صالح فيك ولا يستنقع هلا اللي جات منه دراعة قط عليك معني تندورها في البيت وتراك باس نقدس فيه ونعايل ثقة وشويات تعاون زاد في حال العيد يخف لي بقوقيات ياسم قلت لك قلت له دراعة عندي موجود تراك بيهم مرفود رفهم وعندي معهود ربطة منه على الطرة ما فات أكثر الناس ومنقودة صرع عقب الثرك وشيات في العيد تعاون مكرودة على خاطي كنت وقيات غير الصنع أعطيك مفات مريا ذا كامل بالثبات مجالي حاني ذا رادة لمردال الواحد في ذا قال لي قطعا عما خالك تكون شي يحركون أمور العمر سكي وجوابك لهذا متقون حتى ويوسع لخلقات آه. به اللي نابع من مضمون اللي به الرسالة جاءت من عند الله غير أنا هو فاصل فيه وداير شيات والتوحيد العادة فليت غانيني عنك بالثبات علمني مخبر في التوحيد وبخلاطي قام على الصورة ما إن شاء الله قلت له دراعة تترقى ثقة بيها وتراك تترقى بيهم من عائل الدقة زاد تبرد بيهم زينات تراهم وبلا مشقة سكي وتجبر شيات وتجبر ذات وقيات وخبر التوحيد إلى جات وخبر الصورات منهم سبة للباس العيد يخف لي يبقى وقيات الله لي مزين الله لي مزين سكحت اقطع طريف طريف وملي رائع 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 محمد دمي مشكور على استضافتك في القامة الأدبية وعيد لي المرضية اللي لارك حكى أيهم زين ولا أحمد رضي ما عرفت أيهم معناها أن هذه التالية اللي هي الاجتناب حسب الله لي التالي ديك ما هي التالي شا كان هذه التالي تالي تالي مدى زقلة عالم وزيه لا حزم الله بالطبع لي ايوه لا زقلة مدى نزيه وزيه لا حزم تعالم مولانا ولا زاديني زقلة مسالم وكالم وزيه لا حزم واليوم دي ما تقول احمد سالم احمد سالم مش معلوم عالم نزيه ايه طلع التروسي هو قضية البكاء على الاطلال اجود حسن نص عندكم ايكي ايكي كتبت المليك يا عقل دار الطرب عليك ويك مرويسان أفطانيك دار حسين الحر تبرم قسرم تنظرها بين يديك يا ربي تايب وأحرم جدي من نارك البيت من أم اللي مني لا تقلم دارك ومرويسان ودار حسين الحر وغسرم كهدت الله لي مزين الله لي مزين الله لي مزين إلى قسنا الهجاء هجاء هجاء قاعد قدام باب النيه طبعا هو الهدف كامل لو تفتحت سوق منك صار هذه كتاب زيد جاب المصحف راني اريد بدون نختار حد عنده الكتاب يعريه لي نكتب منه الابيات كامله لين نقول لك من سطر واحد ولا هو ديب حتى ولا يبتعد قايل حد من هديقيتي قال عيد وضوءك إن نطقت باسمه وهذا هو قد الله نحكي لك من الدجاجة بجل الدجاجة عندي بعد كتاب النقايب يا قيرمان قد تستريك منه ايوز لا نقيسو لا نقيسو بما أن الوقت تأخر هذا عبد الله يبان عبد الله وكانوا مغنين يجين معادوا عن ذاك جالي استفادوا غير مغنين
شهداء وانا قلائي وحن شوف او مستجات نشوف عقاب قافة ولحميدة انا رجال ما هي جولة داروك للنقد الوجيه خرص لذاك المقيم ودي كامل الشرف هذا مقيم وتذا واحد اخر عبد الله والحميد جاني من عنده كتيرات الثنتين بان قايد قافل غير ما جاني ما فتريته كامل وتوف اجالي الرجال ايه زين زين لو كانوا المغنيين يجين معادوا عن ذاك عجالة يستفادوا غير مغنيين مرك عجالة الرجالة هذا عبد الله الحميد دليل عبد الله الحميد يا باط قايل لكم لو كانوا المغنيين يجين معادوا عن ذاك عجالة يستفادوا غير مغنيين مرك عجالة يا الرجالة الله يرتفيه محيين من هذا المنبر وهذا يبان ديب هون رجالة ما هي جولة داروك للنقد الوجيه مثلا قال عنده على المقيم هون مخليه تعالوا مخليه المستمعين هاي داروا كده عنده تعود وتقلع على حده ناسي هالي وتدقد معاكم شيخنا قلوا يحكي لنا ذاك القطاع اللي بينه هو ودنبا اللي فيه عندي من الفضل لامتين وهذا كرة الأخبار احنا نحكوها قناة الصالح ودورنا الخاص ايه بالأخ هو المستمعين كله هو لا محمد قلت لمرات أنا ما نعرف تقنية غير بعد رابط قاف هنا قال لي ماني متقشمي ما نقد والفضة كينو عارت زين قال اللي خرص صرفات كان حلاك ميتين قلت له ما بارك حلاك لك جد يكون تنك فارت والله ميتين غير بعد ما هم دي هذا كنت تقولوا البارح عنه مقصود مثلا درس ما هو قال له مقصود عن مراشي نقد بحد ذاته شنو ذاك نختار وتوضحوا توضحوا للمستمعين ومينيموم على الاقل 4 تيلوات غير التيلوات الاربع منين ترد واحده منهم ما لا تفيد باي شيء المعنى وفلسفه توصيل المعنى زين يلا ما هنو يقول حد قاف ساحر لا يقهر ذا الكلمات اللي يدير في القاف يقاديهم في التيلوات كاملين يدير صوص عليهم كامل ايه اللي دائم يديروا عليهم لا يخلي منهم شي حافي ذاك زين ذاك واضح ذاك زين ذاك زين وبالتالي كان مثلا عن ذو التجلوات الثلاثة جل معنا فيهم تجلوات الرابعة هو باتري بالنوه ذيقا غير اللي خرص ركبع كان حلاك 200 هذا هو كان لا يقول لي بشد الأخبار ما ذلك حلاك زد يكون التنك فارت والله 200 غير بعد ما هم دي ليت كنت بقول مدك لقي 200 اللي في دمتي ما هي ليتو زين أي زين زين حتى إذن ده هنقيسو المديح النبوي من درا أزين نص عندكم ذمت حرصود ما في شيء مو زين عندك ذاك زين زين الجواب ما علمك الله في شيء مو زين عندك وكنت يامس فاتح إذا عمل الإذاعات اللي هون ما نعرف أي شيء سمعت فيه الشي يقولوا مرحوم هما والله اللي زول عقلي دين صوته قاع هو اللي يمت أمه يوعته رحمة الله يعني والله اللي ما هو مات هيك زين والله اللي سمعت شنو عند الناس كانوا ما هو مات وكنت اللي نعرف والناس ما سمع عنهم مديح ما يقدروا يعدلوه ما هو تنبسر اللي طويل ولا يقدر يطلع هو كان طوله ذا كامل ما هو له يبلغ المقصود أنا ما تيت نعرف ما هو له يبلغ المقصود إذن في الختام إذا قلت لكم تقدموا نصيحة شاملة ل رواد متذوقي هذا الأدب الأدب الحسان شوف هذا وجهة نظري يعني. ولا واجب دينام به
ما واجب الإمام الغنى لا بد له من عود متحادي مع الصدق النية وخير في حد يعود قايله لقنا من عود هو قايله معناها أنك اللي جاي تقول من لقنا عود بعد قاعد متخمم قبل تقول غناي من الواجب أنك تعود ما هنك قابل يتاقط ويستيروه إياك تقول شي من لقنا زين ليالتك تعود قابل يتاقط ويستيروه بكلي عندك شي تختير تقوله هك زين وذيك الفكرة اللي تختير تقول قولها باللي كافيها من الكلام لا تزيد عليه غير ما اللي لا تنقص عنه وإذا اللي لا تقول من الكلام نقي اختر للفاء حذر من الحروف المتنافرة حذر من الكلمات اللي ما هي جايبة المعنى بحالته والكناية أبلغ الحشو ما وزين والتعكلي ما وزين والزي ما وزين وخالق الروايين اختير مفطن به المقنين ماذا قال؟ ما قلت هذا السبب ملي بردو خريقات كوسو قبض لي تاف الويت من دقنا تاف الويت ما تقيس لي قاف ماني ما نكلفك بين دورك لا تعطيني لا لا هنكيس لا نصلكم التوم رقت عظم الغلو بلامون شفت هاي تاف الويت انت تعرف وانت عنك ستعرف عن تاف الويت اللي بتيت التام عن هزمين تحرك ايه عندي عندي نعرف منين اللي تزرق لي اما تريو قالوا صار ما نعرف انا مشكلة النسخ ما تريو الآلية اللي لا ينعدل بها الجملة هي الزرق قد كلام الحروف وجاتني جاني حروف التافلوية جاوني كاملة لا ينعدل من التافلوية من اللي بتيت التامة غير لا يبقى ودي حرفا هذا التافلوية اللي يعني رقت عظم الغضب بنامود منين حكيت قبيل تنهول ياسر منها وانا من هولتني زين عندي غير بعد يتابلوي ماني مشقر يلي رقاش ما يحل كتابه يقول لا نقول لكم منها تابلوي من اللي بتيت ونسكت لا نقول رقت عظم الغضب بلامو سكت عند الميم سكت عند الميم زين شو بقى بقى الواو واللام واللام أرانا عرفنا عنه ما هو التابلوي الأول ندير التابلوت الثانية تسعة إذن عن هذا كان شبه من رقاش تافلويت ومن لبتيت يوفيها متحري لك ما تزيدش من أين تقول لي عن السواكن ما هم مهمين نقول لك أنا رانك خلطت لي لبتيت التام وتبت الكبير كل ما زماني والفصل بينهم ولا انت سواء قطعا واللي بين مو ما يتبت الكبير اللي هون واحدين يقولوا له العطش ومشروم البت الكبير بينهم لا نظام سواء يعني ما واحد خالق دول من اين تعود فارض عليك تجيب ذو الحروف الاثنين اللي ما هم عادين ذيك الميم سكنها بالتبرات الكاملة يعني تحدث فيه بالعمود لا تتزنها معمول ومامول هذا هو باش هذا خطأ شايع ودوهله زين حط زين ومن ناحية أخلاقيات الأدب نصيحة اللي قالوا أخلاقيات على المجال أخلاقياته أنك إذا اللي قبط فكرة للرجال زين يالتك تشير عنه ما هو لك والله عنه ما هو لك زين وأنا نعرف الناس اللي تقول قل الناس أخرى تقول عنه لها ونعرف الناس اللي تقول قناها هي
وتقول عنه له يا غير تقول له رجع شو خلاص زين زين تقوم هذول اللي تقيسوا الأهوال تجيو تقول تقيسيك تيقويز وتقول الشعر تقول له قولي وتقول له قاف وتمشي به هنا ما تسمعها عالتو تمشي به وتقول له واحد تقول له واحد أخر والله الله يلاك لخالك تجي مشكلة بينه الله يلاك لخالك هذا ما هو مسقم ما أنا الله ما هو مسقم لك بعد دابت لخالك حتى ونعرف رجاج اللي عنده شي من دوائل ملاني نقول شي قال شي من دغنا ما هو معتاد غير ما هو مرفوض ثم لا يقول ولا يقول عنه الحد آخر. الفود لغنا مشكلة. والله اللي عيت نقول طال عقب قاعد معايا رجال. ونتقل يقول في البيت خلال عنه. عن هلو. عن هلو. والله هذا من العادات السيئة. وهو اللي نفطان بعد صلقت علي لقنب يلي أنا الليلة كان معايا في قريش هون. نقول له كنت سكرتير. يعرى ياسر المقناع يقعد حريح كل يطال عمان معتاد وتزيان عندي ينقوم بطراس يقبض موتس. يقول انت اسمه حكي يقول لي طال عن طول قايل. والله كان قاعد يقول هاي البارح لا كان يقولوا البارح زين إذن مستمعي الكرام ولو نعطى الخيارة لما افترقنا للأسف الوقت داهمنا كالعادة نختم بمديحية وهذه مديحية هون لاهنا لاهن قوله ولاهن اللي يغاك تنقل عشقارت والله تنتقل يغاك تخطي خطات قريع شغالة ما في شغالة لعك مديحية ما تحرصول منين تراعيه في غناك تجود القريحة وترطع من غناك عليه وترى للقريحة ريحة ومالك ما تمدح لرسول اللي سيف لعد ومسلول اللي متحول اللي متحفول وقطار في يوم جريحة مدحو به زيان المقول وزيانة به القريحة وجر الملاه القبول وعينه في أمور شحيحة ومتحلي خاطيه الفضول والله قاعد فيه الريحة وأنا متحرصول المصقول ما نقبل عنه ترزيحة ولا ننصح ما هو به يقول رسول الدين النصيحة مستمعي الكرام إلى هذا الحد ننهي معكم هذه الحلقة التي استضفنا لكم فيها الأستاذ عملاق الأدب والناقد الأديب الإمبراطور الإمبراطور اللاتب هالي هو المداح الملقب الرجالة وهذه تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة إلى حلقة قادمة هذه تحياتي دمتم في حفظ الله ورعايته. أدب الشباب برنامج يستضيف شعراء وفنانين شباب أدب الشباب برنامج ينير دروب الأدب والفن والموسيقى أدب الشباب برنامج يهتم بتنوير الشباب وفتح الأبواب للشباب وفيه تماثيل الدرجة الفن والأدب أدب الشباب إعداد وتقديم محمد لمين واللحمة الدية إذاعة الشباب فضاء مفتوح للثقافة والفن والموسيقى.